خش بقى على موضوع شمال افريقيا. شمال افريقيا في تعاون جميل ما بين دول شمال افريقيا بقى في التحكيم وبقى فعلي في التحكيم، ومحمود البنا على فكره بيقولوا، انا ما شفتش الماتش، لكن كل اصحابي في تونس او الناس اللي هي متابعه كوره في تونس والناس اللي هي يعني اثق جدا جدا في رايها قالت ان هو عمل ماتش كويس قوي 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 ما بين فرقتين كبار او قدام فرقتين كبار لتونس او في تونس، يعني سواء كان الترجي او الصفاقس. الترجي فرقه كبيره جدا ورهيبه جدا على مستوى تونس وعلى مستوى القاري. يعني على فكره بمناسبه الترجي يعني شالوا المدير الفني بتاعهم النهارده، خلاص مشي خالد بن يحيى، رحل عن الترجي التونسي، وفي مدير فني ماسك الشعباني مسك بشكل مؤقت يعني. فمحمود البنا عمل ماتش رائع جدا ما بين الترجي والصفاقس التونسي، وكانت محصلته ان الترجي التونسي خسر من الصفاقس 2-0، وكمان اطرد منه 2 كومب اللي هو لعيب الكاميروني وشمس الدين الزوادي اللي هو اللي بيلعب سردباك وساعات باك رايت ده يعني. فالراجل ما هابش الموقف ولا حاجه ولا فارقه معاه حاجه اطلاقا، حكم بشكل كويس قوي، كان ليه صدى كويس جدا على مستوى تونس، حتى الاعلام التونسي اشاد بيه بشكل كبير قوي. فاذا التعاون ما بين شمال افريقيا بشكل عام واضح ان هو ساير بشكل جيد جدا، ودي حاجه حلوه مش وحشه جدا، مش وحشه خالص يعني. لسه بقى حته خطوه اللعيبه، يعني الناس كلام اتقال هنا، وتونس اعلنت زي ما قلت لكم ان هو هيبقى 8 لعيبه، 3 محترفين بشكل افريقي او اوروبي او لاتيني ايا كانت الجنسيه مش مشكله، و5 من دول شمال افريقيا، ياخدوا 5 بقى كلهم من الجزائر، كلهم من مصر، كلهم من ليبيا، ايا كان بقى من المغرب براحتهم على الاخر يعني، المهم ان هم 5 يعملوا ميكس بقى بينهم ومن بعض، 2 من مصر و2 من المغرب و1 من ليبيا على حسب ما يختاروا. حتى دلوقتي موجود يعني مثلا على مستوى الترجي في يوسف البلايلي مثلا، يعني ده مغربي اساسا يعني او جزائري اساسا، وعمرو مرعي بيلعب في النجم الساحلي وهو مصري بالتاكيد يعني. فاذا دول هيتعاملوا معامله اللعيبه المحليه، بس هم حددوها، احنا في مصر لسه ما حددناش يعني. حتى التصريح اللي طلع من المسؤولين في اتحاد الكوره مش قادر تقول ايه يعني، طب انتوا عايزين ايه يعني؟ واضح ان الاجتماع لسه ما حصلش او لسه ما اتفقوش على حاجه. اوكي، رايي انا الشخصي ان كل من وكبت الاحداث او العصر بتفيد الكره المصريه، انا مش مع حته ما فيش ولا لعيب مثلا يعني افريقي راس حربه تضمه، ده كلام انا شايف ان هو كلام يعني ما يصحش ابدا، وما لا يجب ولا يجوز، لا يجوز ولا تناقش ولا تجادل يا اخ علي، لا تناقش ولا تجادل، يعني كلام فاضي يعني. يعني ايه اصل الكره المصريه ما فيهاش راس حربه دلوقتي فنمنع استخدام اللعيبه الافارقه المهاجمين او حتى حراس المرمى، او حتى حراس المرمى، انت دور على السبب، الناس تحت تشتغل كويس وتدور كويس ويتعبوا بشكل كويس، والناس تشيلها من مكاتبها وتنزل تدور في السوق كنز، تدور هنا وتدور هنا ومراكز الشباب ومراكز الشباب هنا ومش عارف ايه، ده يعني شبان قنا عندها ولد زي الفل، زي شبان قنا في الكاس، هستعرض لكم النتائج دلوقتي يعني. فانت عندك منجم ذهب موجود في مصر، لا ومصر يعني قادره انها تجيب محمد صلاح تاني، ومحمد صلاح بشرطه، ومحمد صلاح ثالث، ومحمد صلاح رابع، ومحمد صلاح خامس، قادره. اللي جاب محمد صلاح هيجيب كتير زي محمد صلاح، بس عقليه محمد صلاح بتساعده، وموهبته اكيد جميله وهايله، لكن انت كمان لو دورت والله هنلاقي، والله هنلاقي، هي مساله تعب بس، ان انت تتعب، ما تبقاش يعني بتدور بس على الراجل لما يوصل 17 و18 و19 سنه تاخده على الجاهز، لا ممكن تتعب من شويه او بدري شويه. فانا رايي الشخصي لا، افتح المجال على اخره، مفيش مشكله خالص، تمام، محدد بس بمعايير ونظام تخلي الموضوع له قوه وله اهميه وصداي يمشي بشكل كويس جدا بحته نظاميه شويه، مفيش مشكله، مفيش اطلاقا اي مشكله خالص يعني. بس يمكن احنا بدانا الموسم بنظام، الصح ان احنا ننهي الموسم بنفس النظام ولا نحط بند في وسط الموسم كده مفاجئ الناس مش مستعده ليه؟ هي دي النقطة. على فكرة أنا مع أن أنت تدخل الموضوع عادي، لكن أنا بتكلم على النظام يعني عامة يعني. أوكي؟ فالنظام يقول لك دخل الأمر في الأول، من الأول ابدأ بطولة وانهي بيها بنفس شروطها مثلا أو نفس البنود بتاعتها. وواحد يقول لك لا، طب السنة اللي فاتت مثلا على سبيل المثال قلنا 3 أفارقة أو 4 أفارقة، وبعد كده لا 4 في السكور، لا 3 في السكور، لا 2 في السكور، نفتح الشباك، نقفل الشباك، طب ندخل ايه؟ طب لا، اقعد يا اتحاد الكوره وهات ممثلين للانديه
وخدوا قرار جماعي، خدوا قرار جماعي، مفيش أي مشكلة فيه، بالعكس يبقى الناس كلها قاعدة على الترابيزة وتستفاد من الأمر. أنا كسيد عبد الحفيظ شايف إن الأمر كويس، مفيش مشكلة. أولاً هيخلي الحتة المادية هتقل شوية، لأن المعروض هيبقى كتير جداً، تتكلم على لعيبة في الجزائر، لعيبة في المغرب، لعيبة في تونس، لعيبة في حاجات كتير جداً، وأوعى حد يقول لي لا هيأثر على منتخب مصر. يا سيدي أوروبا هتقول لي إحنا مش أوروبا، مش عارف يعني كل ما أكلم واحد يقول لي إحنا مش أوروبا، يا سيدي ده إحنا بنروح أوروبا بنبقى ملتزمين قوي، بنمشي على نفس النظام بتاعهم ونفس القانون بتاعهم، ونبقى يعني أكننا صورة طبق الأصل منهم. مش معنى لما بنيجي هنا بنقول لا احنا مش اوروبا، لا احنا قادرين نبقى اوروبا واحسن من اوروبا كمان، يعني احنا احسن بكتير كمان منهم، بس هي الفكره كلها ان العقليه بتختلف. انت بتروح هناك بتسستم نفسك وتفكيرك ان انت هتمشي مع النظام ومع القانون، هنا لا، هنا ممكن تلاقي نفسك لا داخل في حته تانية بتفكير تاني. لا، لو مشيت بنفس العقليه ومشيت النظام هنا في الكوره واللوائح هنا في الكوره والله هنبقى كويسين جدا، فهي خطوه ناخدها يعني. اوكي، ده كان رأيي في موضوع شمال افريقيا.